دي حاجة بصراحة عجبتني قوي. دي صفاية او احنا بنسميها البلاعة، شاور درين يعني. ده كله ده ستانلس ستيل، طبعا الاشكال زي ما انت عايز، لون غامق، لون ذهبي مطفي، طبعا نحاسي، كل ده صفايات اللي بتحط للشاورات. طبعا ممكن بيلحق معاها الحوض نفسه، الحوض برضو زي نفسه ستانلس ستيل. بصراحة شركة تحفة برضو. عندهم بص ده برضو مغسلة كلها ستانلس ستيل مع المراية بتاعتها. المراية برضو بتاعتها ليها سنسور وليها تدوس اللمبة تفتح نفس الطريقة. هنا دي برضو مغسلة، دي تدوس هنا اون تدوس كده اوف. دي برضو ديكورية. كل ده هو الهدف كله، منتج ستانلس ستيل خاص بالمغاسل وخاص بالشاور درين وخاص بالمرايات. بصراحة يعني هو تقريبا معظم اللون لون نحاسي، ولكن بصراحة مدي فخامة زي ما احنا شايفين. دي برضو صورة من الصور الموجودة، دي اشكال الستانلس ستيل والالوان بتاعتها، دي الالوان بتاعتها كلها. طبعا بيقدر يتعرف على الستانلس ستيل. هنا ده لون مثلا ستانلس ستيل ذهبي، ده براوين، ده اسود، ده بني، كل دي الالوان اللي موجوده. فبصراحه منتج تحفه، منتج تحفه بصراحه.